صار لي اكثر من جمعتين عم اقول للجدي انه احمله مكنسه وكنسه، وضحكتوا علي انه شو عم تحكي هالملكه، انتم ما كنتوا عارفين انه هذا الجدي عم ينظف بيئته؟ البيئه اللي كنت عايش فيها يا ايها الجدي هي بيئه ملوثه ان كان عائليا وانزل. فببدايه شهر نوفمبر القمر عم يولد، مولود برج الجدي، بدك تمسك هلا المكنسه على المزبوط وتكنس. مولود الجدي كنس لي بقى حياتك، نظف لي بقى بيتك، نظف بقى حياتك من الاشخاص يلي ما عادت تستاهل الثقة. انتبه يا ايها الجدي من غدر الاصدقاء، انتبه من سرقة، مع اشخاص يجوا يسرقوك. ثلاث ارباع العالم عينهم على رزقك يا ايها الجدي، منهم عارفين كيف ياخذوا من رزقك وكيف يسرقوا. يعني لازم تقطع يعني هالايد اللي عم بتمد ايدها على ممتلكاتك يا ايها الجدي، لازم تقطعه. صرتوا خسرانين كتير يا ايها الجدي، من فلوس، من رزق، من اشخاص مهمه بحياتكم. اجى الوقت انكم بقى تكنسوا وتحطوا حدود للاشخاص السراقه، للاشخاص الجوعانه، للاشخاص اللي منا من مستواكم بالاساس. نعم للدخول على بيئه اجتماعيه جديده، نعم يا ايها الجدي ابحث عن الاشخاص اللي بتشبهك ان كان بالصداقات او بالحب. عاطفيا منك راضي لانه انت الشخص او الاشخاص يلي عم تتقدم لك اشخاص ما بتشبهك، منا ستايلك ومنا 100% اللي انت بدك اياه. فيا ايها الجدي ضروري انك تعيد حساباتك وتختار شخص يليق فيك وتختار صداقات تليق فيك. البيئة الاجتماعية بتحدد هويتك للأسف. انت مين بتصادق ومين بترافق العالم رح تتطلع وتشوف. فمش غلط انك ترجع يا ايها الجدي تنظف شوي وتغير شوي بيئتك. طيبت قلبك كتير، ستوب، شلت الرزق من تمك، شلت الرزق واعطيته لغيرك. صحتين على قلبهم. هل هذه الاشخاص يا ايها الجدي مقدره؟ بشك، لانه ما في حدا يعني بيعترف انه هو اخذ رزق غيره او غيره عطيه رزق، كلهم انا وانا وانا وانا. انت يا ايها الجدي شلت من تمك واعطيت العالم، بيستاهلوا ما بيستاهلوا مهم، ربنا شايف يا ايها الجدي. بس انا بقول لك انه ما بيستاهلوا، يعني لو ساعدت الغريب افضل، لو اعطيت الغريب افضل، عرفتوا كيف؟ فيا ايها الجدي نعم نسمح شوية للأشخاص الغريبة تقرب شوية على حياتنا لحتى نبني محيط اجتماعي وصداقات جدد أحلى. عملوا شوية ريفرش، ما تضلكن على القديم كل الوقت، على القديم على القديم. في أشخاص صار لها 3-4 أشهر فاتي على حياتكم، هو أشخاص جديد، اعطوها فرصة. يمكن الحب عم يدق بابك من أول وجديد، أنت كنت مسكر بابك، باب الحب، افتحوا باب الحب. في أشخاص بتحبك يا أيها الجدي، أشخاص جديدة بتحبك، افتحوا باب الحب معه، تقربوا منها، تعرفوا. خلصنا بقى، الماضي ما بقى يفيد بقى بشي، الماضي لو فيه خير ما صار ماضي.